السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بيكم وحلقة جديدة من هدى للمتقين. يا رب يهدينا وإياكم إلى طريق الخير وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. الحلقة بتاعت النهاردة هتكلم فيها عن بعض الأخطاء اللي بيقع فيها المسلم وهو بيدعو الله سبحانه وتعالى. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا واللي قبليها عن بعض آداب الدعاء، وبما ان الدعاء هو العبادة فمهم ان احنا نتعلمه بشروطه وآدابه. نشوف ايه الأخطاء اللي احنا بنقع فيها، نشوف ايه هي موانع الدعاء، نشوف نماذج من الناس الصالحين وإزاي كانوا بيدعوا الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنه أنا حابب قبل ما أشرح الموضوع أنبه على جزئية مهمة جدا. أرجوكم في أول الحلقة مش عن الأحلام، محدش يتصل يسألني في حلم. الحلقة بتاعت النهاردة مش عن السحر، فمحدش يسألني لا في الأحلام ولا في السحر. طالما أن الحلقة بتتكلم في موضوع معين يبقى نتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. لو حد سألني في الأحلام في حلقة النهاردة أو في أي حلقة أنا ما بتكلمش فيها عن الأحلام والرؤى، مش هجاوب السؤال. لو حد سألني في السحر مش هجاوب السؤال. أنا هجاوب الأسئلة المتعلقة بموضوع الحلقة. فعلشان كده أرجوكوا ساعدوني إن أنا أنجح بالحلقة بالشكل الصحيح. ما ينفعش الحلقة تكون عن الدعاء ولاقي تلتين المداخلات بتتكلم عن أنا شفت في حلم كذا، أنا شفت في حلم كذا. لا، في حلقات أنا هحدد الموضوع، أنا هحترم رغبتكم وهحترم سؤالكم، وواجب علي أن أنا أحترم الحاجة دي في المشاهدين اللي بيسمعون. بس زي ما أنا بقدر الحتة دي عندكم، أنتوا كمان قدروا تخصص الحلقة، علشان بيكون في مادة علمية مهمة جدا 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 أنا وإنتوا محتاجين لها، ويشهد الله على ذلك. فعشان كده ساعدوني إن إحنا نوصل بالحلقة إن هي تنجح جدا، فيبقى المداخلات كلها في موضوع الحلقة. تجاوزا هجاوب الأسئلة المتعلقة بالفقه مثلا. يعني أنا بتكلم النهاردة في الدعاء، لو في سؤال متعلق بالطلاق هجاوبه، متعلق بالزكاة هجاوبه، متعلق بأي حاجة تانية من الحياة بخلاف الموضوعين اللي أنا ركزت عليهم هجاوبه. بس باستثناء أرجوكم سامحوني في هذا الموضوع. هيجي حلقات بالكامل والله، وحلقات كتير هخصصها للرؤى والأحلام وأشتغل فيها معاكم براحتنا خالص وأجاوب على كل الأسئلة. إحنا تكلمنا قبل كده عن آداب الدعاء، وقلنا إنه من آداب الدعاء أن يكون الداعي موحدا لله سبحانه وتعالى، وإحنا بنتقرب إلى الله بتوحيده سبحانه وتعالى. وقلت إنه من الآداب الإخلاص، وقلت من الآداب إن أنا أدعو الله بأسمائه الحسنى. مسألة الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى مسألة في غاية الجمال. هاتوا ورقة وقلم كده معايا وركزوا في الحاجات اللي أنا هقول عليها. طبعا الحاجات دي كلها اللي هي الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الدعاء، استقبال القبلة، رفع اليدين، الحاجات دي كلها أنا شرحتها في الحلقة اللي فاتت، فمش عايز أخد منها وقت من حلقة النهاردة وأعيد الحاجة دي تاني. بس خلوني أركز على جزئية، لأنه الحلقة بتاعت النهاردة هتبقى عن الأخطاء اللي احنا بنقع فيها في الدعاء. الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى إزاي؟ ممكن تجيب لنا أمثلة عشان نتعلم نقول؟ اكتبوا معايا. الموطن الأول خاص بالملائكة في سورة غافر، يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. خلي بالكوا الآيات دي فيها مفاجأة بتخليني كل شوية أقرأ الآيات دي حتى بيني وبين نفسي، لأنه فيها معنى رائع جدا جدا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. شوفوا الملائكة بقى بتعمل إيه؟ المعنى الجميل هنا إن الملائكة بتسبح الله سبحانه وتعالى الذين يحملوا حملة العرش. يا الله، شوف لما حملة العرش يبدأوا الاستغفار والدعاء للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله. يا الله، الملائكة اللي بتحمل عرش الله سبحانه وتعالى والملائكة اللي حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ده ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني احنا دلوقتي حملة العرش واللي حول العرش بتسبح ربنا وبتؤمن بيه وبتستغفر لنا. يا نهار أبيض، حملة العرش اللي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بيستغفروا للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا. إيه استغفرهم ده؟ إيه بقى دعائهم؟ إيه ده بقى؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. تخيلوا متعة دعاء الملائكة لك. تخيلي دعاء الملائكة لك واستغفار الملائكة لك. بس لما نحقق الإيه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه بيقول لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. شوفوا الحديث ده فيه سر من أسرار الدعاء بس للي ياخد باله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك سبحانك أعوذ بوجهك. السر هنا أهو بقى، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أعوذ بوجهك. فقال الله تعالى أو من تحت أرجلكم. فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. فقال الله تعالى أو يلبسكم شيعا. فقال صلى الله عليه وسلم هذه أيسر. شوفوا بقى السر اللي في الحديث ده بقى، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. إحنا ما نقدرش نتحمل العذاب اللي ينزل من السماء. فقال سيدنا النبي أعوذ بوجهك، السر هي العبارة دي، أعوذ بوجهك. فقال الله
أو من تحت أرجلكم؟ فقال سيدنا النبي: أعوذ بوجهك. فقال الله: أو يلبسكم شيعا. فقال: هذه أيسر. فكأن الدعاء نزل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إن في عذاب ينزل من السماء فما نقدرش، فسيدنا النبي قال: أعوذ بوجهك. فقال الله: أو من تحت أرجلكم، من الأرض. فقال سيدنا النبي: أعوذ بوجهك. فكانت الثالثة: أو يلبسكم شيعا. فقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: هذه أيسر، أو هذا أيسر. الحديث عند سيدنا الإمام البخاري. تخيلت المعنى بقى، إن إحنا إزاي نسأل ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى. ستنا عائشة بتقول إيه بقى؟ بتقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كان عندي. الليلة دي كانت بتاعت ستنا عائشة، ففقدت سيدنا النبي، فبتحط إيديها جنبها كده على الفراش اللي سيدنا النبي بينام عليه، فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأت تبحث عنه. فبتقول ستنا عائشة إيه بقى؟ فالتمسته، بحثت عنه، فالتمسته يعني بدأت ألمس على الأرض أشوفه هو فين عليه الصلاة والسلام. فوقعت يدي على بطن قدمه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهما منصوبتان بيصلي، وهو يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نكتب مع بعض: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث عند الإمام مسلم. سيدنا النبي يقول إيه؟ اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ده سؤال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي يقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شوفوا سؤال ربنا، شوفوا المظلوم اللي بيلجأ إلى الله، اللي بيدعي ربنا وبيسأل ربنا إنه يكرمه ويمن عليه، بيدعي ربنا إزاي؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويعلم الصحابة ويقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يعني إيه ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام؟ يعني أكثروا من سؤال الله عز وجل باسمه: يا ذا الجلال والإكرام، أسألك كذا وكذا وكذا وكذا، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك سعة في الرزق، يا ذا الجلال والإكرام، فرج كروبنا، يا ذا الجلال والإكرام، يسر أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام، أستر عيوبنا، يا ذا الجلال. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من دعاء الله باسمه يا ذا الجلال والإكرام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يسر أمورنا، واستر عيوبنا، وانصرنا على من عادانا. ده المعنى اللي احنا عايزين نتعلمه في مسألة الإيه؟ في مسألة سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي كان دايما يقول إيه؟ يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
الحديث ده عند سيدنا الإمام أحمد. دي أمثلة من سؤال الله عز وجل بأسمائه وصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى. في حاجة احنا كلنا بنغفل عنها، دعاء ربنا وسؤال ربنا بأجمل حاجة احنا غفلانين عنها. عارفين هي ايه؟ بالقرآن الكريم، سؤال الله بكلامه القرآن، ان احنا ندعي ربنا بكلامه. سيدنا عمران بن حصين مر على واحد قاعد يقرأ قرآن ثم سأل الناس: يا ربي تقرأ قرآن وتسأل الناس وما تسألش رب الناس، ده اسمه كلام؟ بعض الناس تروح تلاقيهم قاعدين على النواصي كده وقاعد شغال أعوذ بالله، يا ريته حتى بيقولها صح، وعمال يشتغل ومادد إيده، بتعمل إيه؟ القرآن ده مش عشان كده، القرآن ده عشان تقرأه وتسأل منزل القرآن سبحانه وتعالى، منزل القرآن أسأله هو. فسيدنا عمران ابن حصين لما مر على رجل يقرأ ويسأل، بيقرأ قرآن ويسأل الناس، فاسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كارثة! إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن، من عايز ربنا يستجيب له؟ محدش في اللي بيسمعني خالص نفسه إنه يدعي ربنا وربنا ما يستجبلوش. طب اسمع بقى العلاج، اسمع الطريق، اسمع المنهج. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عند الإمام الترمذي والإمام البيهقي، سيدنا عمران بن حسين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به. يا ربي، يا الله، يا الله، كلام الله. القرآن، أقرأ قرآن أسأل ربنا، من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. بنلاقيها دي ولا لأ؟ طيب، يبقى سيدنا النبي بيقول لنا على الطريق اللي من خلاله. الطريق يا ولاد، ولادنا فين؟ حافظ أغاني؟ الأغنية دي عجباني يا شيخ، حافظاها. طب هتسألي ربنا إزاي بقى؟ عايز ربنا يكرمك كده ويخليكي الأولى على الفصل في الجامعة، ويكرمك ويسترك ويجبرك. يبقى سيدنا النبي بيقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به. يبقى لما أقرأ قرآن أسأل الله، بعد ما أقرأ القرآن أو أنا بقرأ القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، أنا مش حافظة قرآن كتير، أنا يا شيخ على قد حالي ويدوب حافظة كده إيه المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. شيخ أنا حافظة بس قصار الصور وحاجات بسيطة. والله ما أنا مزعلك، والله ما أقدر أزعلك أبدا أبدا بأي حال من الأحوال. تخيلي بقى مما جاء في فضل الدعاء بالمعوذات، بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. صعبة دي؟ سهلة جدا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عقبة ابن عامر كان ماشي مع سيدنا النبي. يا بختك يا سيدنا عقبة، يا بختك، فزت بصحبة سيدنا النبي ومشيت معاه وكلمك. بس يا بختينا احنا كمان. ليه؟ عشان الكلام ده بين ايدينا، عشان التراث ده معانا. فسيدنا عقبة ماشي مع سيدنا النبي، فسيدنا النبي قال له: يا عقبة قل. فرد سيدنا عقبة وقال له: ماذا أقول يا رسول الله؟ أقول إيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد شوية
نظر سيدنا النبي لسيدنا عقبة: يا عقبة قل. فرد سيدنا عقبة وقال له: ماذا أقول؟ أقول إيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية. ثم بعد فترة سيدنا عقبة قال: يا رب يرجع لي تاني، يا رب يعود إلي سيدنا النبي ويسألني عشان يعلمني. يا عقبة قل. فقال عقبة: يا رسول الله ماذا أقول؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلها، وما استعاذ مستعيذ بمثلها. الحديث عند الإمام أبي داود والنسائي رضي الله عنهما. نعم، فإنه احفظوا، احفظوا. سهلة دي ولا صعبة؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإنه ما سأل سائل بمثلها، وما استعاذ مستعيذ بمثلها. ما سأل سائل يعني أفضل حاجة يسألها الواحد يسأل بالمعوذتين، أفضل حاجة يستعيذ بها الواحد بالمعوذتين. الله أكبر، الله أكبر. صعبة دي ولا سهلة؟ طب سؤال بقى، وعايز حد يتصل بيه يقول لي انا بعمل كده، مين فينا كان قبل كده بيدعي ربنا ويسأل ربنا بالمعوذتين؟ مين فينا كان بيستعيذ دايما بالمعوذتين؟ يبقى لازم منهج حياتنا كده في الدعاء اسأل ربنا بالايه؟ بالمعوذتين، استعيذ بالله بالايه؟ بالمعوذتين. هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. شيخنا أنا بختم القرآن في شهر، أنا بختمه في أسبوع، يا فرحتي. طب هدي النبي إيه؟ ما مر بآية عذاب إلا تعوذ، وما مر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة. يمر على آية فيها الجنة يقول: يا رب أسألك الجنة. يمر على آية فيها عذاب يقول: أعوذ بك يا ربنا من العذاب ومن جهنم ومن شر النار ومن شر ما يحدث فيها. إيه ده؟ هي ده، هو ده بقى. شفتوا بقى السؤال، سؤال الله من خلال القرآن ومن خلال كلام الله سبحانه وتعالى. لأنه أفضل حاجة اتعلموا الحاجات دي، أفضل حاجة ندعي ربنا بيها كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله هو أفضل الدعاء اللي إحنا نطلب من الله عز وجل الخير من خلاله وبه سبحانه وتعالى. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. يبقى ما ننساش الحاجات دي أبدا. ده في قضية سؤال الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أشرح معاكم شوية حاجات كده في قضية الـ 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 الأخطاء اللي احنا ساعات بنقع فيها في الدعاء، وركزوا كده معايا هتلاقوا أغلبنا بيقع في الحاجات دي. وارجع تاني أقول: مالي أسأل الله سبحانه وتعالى ولا يستجاب لي؟ أنا بسأل ربنا ولا يستجاب لي ليه؟ طب تعالوا شوفوا بقى الأخطاء. أول خطأ أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية. يا رب أنا رايحة للشيخ فلان يعمل لي حجاب عشان الحجاب يخلص البنت من المشكلة ومن عقدة عدم الجواز. طب بالله عليكم ده اسمه كلام؟
ينفع؟ ده انا من ساعتها عمال احفظ فيكم كيف الدعاء يكون بشكل صحيح وبشكل سليم. يبقى ما نغفلش ابدا ان توسلاتنا ودعائنا تكون خاليه من الشرك ومن الحاجات اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا علمنا ان احنا نلجأ اليه هو سبحانه وتعالى من الاخطاء والعيوب اللي احنا بنقع فيها في الدعاء. تمني الموت، الست زعلانة، جوزها مزعلها، العيال مزعلينها، يا رب خدني واستغفر الله العظيم. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ خطأ، حرام، ده خطأ من العيوب والأخطاء اللي احنا بنقع فيها. سؤال الله عز وجل الموت ده، لما الصحابي الجليل جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له احنا رايحين نجاهد، انا اسالك يا سيدنا النبي تدعي لي؟ قال له حاضر، ادعي لك بايه؟ قال له ادعي لي ان انا اموت شهيد. فرد سيدنا النبي قال ايه؟ اللهم سلمهم وغنمهم. يا الله، اول واحد فينا ما يتعرض لخساره يا رب اموت، استغفر الله العظيم. ليه تدعي على نفسك بالموت؟ ليه تتمنى الموت؟ واحدة في ابتلاء مثلا فتقوم تتمنى الانتحار، تتمنى ان هي تموت، بتعملي ايه؟ ليه كده؟ ده خطأ. لا يجوز لمسلم ان يسأل الله عز وجل الموت. طيب لو أنا زهقت بقى، يبقى عليك بالدعاء اللي سيدنا النبي قاله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ده اللي سيدنا النبي علمه لنا. لكن ندعي ربنا يا رب الموت، حد يقول كده؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، مفيش حد يتمنى الموت لضر نزل به أبدا. فإن كان لابد، خلاص المسألة شديدة، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طب اللي بعد كده، الدعاء بما هو مستحيل أو بما هو ممتنع عقلا وشرعا وعرفا. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد يدعي ربنا يا رب اديني أجنحة أطير بيها، أو يا رب يسأل ربنا حاجة مستحيل لا تحدث لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا. يسأل ربنا واحد عنده 50 سنة، يا رب أنا عايز أرجع 20 سنة تاني. طب ده ينفع؟ يبقى ده من الأخطاء اللي احنا بنقع فيها. سؤال الله عز وجل ما هو مستحيل وممتنع أو ممتنع عقلا وشرعا وعرفا، أو عادة عقلا وعادة وشرعا. فخلي بالكم من المسألة دي. اللي بعد كده، الدعاء بأمر قد تم وحصل وفرغ منه. يعني إيه الدعاء بأمر قد تم وحصل وفرغ منه؟ أنت ربنا أكرمك بحاجة خلاص، انت انتهيت منها خلاص، يبقى ما تدعيش ربنا هي حصلت لك، يبقى ما تدعيش ربنا بيها، ادعي ربنا يحافظ لك عليها. لكن ما تسألش ربنا يا رب طب انت متوظف، يا رب اتجوز، طب ما انت متجوزة، يا رب طب ما الحاجة دي حصلت لك، يبقى ما تسألش ربنا حاجة حصلت لك فعلا وانتهت وفرغت منها. او تسأل ربنا ان هو يديك حاجة انت خدتها وافتقدتها والمصلحة في فقدها، فما تسألوش تاني في هذا الشيء، يسألوا ان هو يرزقك الخير والمصلحة. أن يدعو بشيء دل الشرع على عدم وقوعه، إنك تسأل ربنا بحاجة الشريعة الإسلامية بتقول إن الحاجة دي مش هتحصل أبدا. زي
حد يدعي ربنا ان ابليس يبقى كويس ويبطل وسوسة للناس ويبطل ان هو ما ياخدش الناس الى طريق حرام؟ هو ده اللي دل الشرع على امتناعه اصلا. طب ايه تاني؟ هكمل معاكم بعد الفاصل، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بواصل معاكم الأخطاء اللي بنرتكبها في الدعاء. آخر حاجة كنت بقول إنه من العيوب والأخطاء اللي احنا بنرتكبها إن الواحد يسأل ربنا بحاجة الشريعة دلت على إن هي مستحيل تحصل. وضربت مثل اللي بعد كده، الدعاء على الأهل والأموال والنفس. عيالك مزعلينك فتقوم تدعي ربنا على نفسك وعلى عيالك وعلى أموالك. ليه يا مسكين؟ ليه يا مسكين؟ الشيطان استفزنا وخلاك تدعي على نفسك وعلى أهلك وعلى مالك، أو الشيطان زعلك من ولادك وخلاك تدعي عليهم. طب ما تدعي لهم بالهداية. يبقى أتعلم إنه الحلقة بتاعت النهاردة بتقول إن اللي بيدعي على أولاده ما يعملش كده. ما تدعيش على نفسك، ما تدعيش على مالك، ما تدعيش على أولادك، ده ما ينفعش، حرام. فعشان كده لازم نخلي بالنا من المسألة دي. الدعاء بالإثم، دعاء ده حاجة حرام. حد يدعي ربنا إن ييسر له الزنا؟ حد يدعي ربنا إنه يتعامل بالربا؟ حد يدعي ربنا إن يسهل له رشوة؟ ده دعاء بإثم. أو الدعاء بقطيعة رحم. علشان كده لازم خلي بالي من الحتة دي. سيدنا النبي بين أن الله يستجيب الدعاء ما لم يكن الدعاء إثم أو قطيعة رحم. فخلي بالكم. فمن الأخطاء اللي احنا بنقع فيها الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. الدعاء بانتشار المعاصي. مين يدعو بانتشار المعاصي؟ ما هي المعاصي دي بلاء علينا كلنا. بلاء علينا والله. فعشان كده خلي بالكم. الدعاء بانتشار المعاصي حرام. ومن الأخطاء اللي احنا بنقع فيها. فما ندعيش ربنا بانتشار المعاصي أبدا، بل ندعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يبصر العاصي بالحق.